انا كده الحمد لله لله الحمد الحمد لله الحمد لله الساعه راح نتلاقينا. انا في المنام كنت نشوفك وما نصرش نشوفك في المنام. الحمد لله اليوم هذا انا اخوه هادي. انا قلت لكم اللي كانت عندنا 14 15 عام وحنا كسمو وحنا مع بعض يعني ماشي. باختصار شديد الصداقه ما تعرفش حدود. الزمان كاع واش قالوا ما غلطوش على حد. شيخ كبير جزائري التقى بشيخ كبير مغربي كانوا اصدقاء كي كانوا صغار والتقوا بعد فراق طويل. بغيت هذا الفيديو كامل نترجموهم باللغه الاسبانيه الفرنسيه الانجليزيه العبريه والامريكي اي لغه في العالم هذه باش تخلوا لو موند اونتي يشوف العلاقه الحقيقيه بين الجزائري والمغربي. يشوفوا معايا جا ما جاش. تحب انت؟ انا نحب يجي. طبيعة الحال جزائري هو الجزائري قام باستضافة صديقه المغربي اللي عنده سنوات ما تلاقاش من دخله. بسم الله. هذا من حمد. المغرب. هذا هو السي احمد من المغرب. نعم. مرحبا بك. اهلا مرحبا بالمغرب. اهلا وسهلا. وجدونا تصفيق على المغرب. تحياتنا للمغرب. وهذا المقدم منشط يعني معروف جزائري طيب على حسب ما اعتقد اسمه طيب. طيب. جزائري معروف. احنا نبارك لكم بالرئيس الجديد ان شاء الله ويكون بخير ان شاء الله على تونس وعلى المغرب كله. يعني هذه الفتره كان فيها رئيس جديد في تونس لانه الحصه هذه تم تصويرها في دوله تونس. اللهم امين. ربي يجيب الخير سبحانه. واحنا هنا في الحصه غير الخير على كل ان شاء الله. لكن انا على بالي بلي تسالت كاع الناس اللي يجيو لهنا يكونوا معروضين يسالوا شكون هذايا اللي عرضني وحب صح هو الواقع. اي واحد يكون في مكانه ماشي غير خمت تخمم لها لان ما حتى شي مسلك ديال الكتمه ديال منين غادي نخرج له. ما كاش كيفاش ما عندك الشك زعما ما عندي حتى شي حاجه كما انا على البال ديالي. او صديق الجزائري عندي حتى شي حد اللي كتمه اللي نقلب عليه ولا اللي نقلب عليه ولا صح. وين عندك انت؟ ما عندي يعني عندي اصدقاء يعني لا العائله عندي في الجزائر كنت ما عندي تما يعني واخا ما هنا في تونس يعني ما على باليش زعما شي ولاش من الجزائري. هذا هو شوف الصداقه حبيبي صداقه في وقت نهايه الحياه الله عز وجل يدخل صديقين كانوا متحابان في الله ما كان حتى مصلحه بيناتهم كان يحبوا على اساس خوه بدون اي مصلحه راح يدخلوا في ظل الله الى الجنه. الجزائر ما يقدروش يجيو هنا باش يعرضوا. ممكن كل شيء ممكن. ايه المغرب العربي وكبير. اه كل شيء ممكن. صح. بالك جزائري يجي لتونس باش يعرض ربما يمكن. إيه. ممكن ممكن ممكن. ها يا زيد خمم شويه سيد. ما عرفت من حدث يعني كتمر حقها هي هذيك. صح. هاي ما نخليكش تستنى. شوف معايا. اها. الله اوه عبد الرزاق ده صديق ديال العمر. شو يبكي خوتي؟ صديق ديال العمر هذا زيد كسمو عزيز ما دين 60 سنه ديالو ولا كسمو فايت 60 سنه ديال كسمو ديال الصداقه. سبحان الله العظيم. يعني وما شفتوش هذه اللي اخر مره ما شفتوش هذه فايت 20 سنه. عبد الرزاق علي شاوش. عبد الرزاق علي الشاوش حافظ اسمه كله وصديقه لمده اكثر من 60 سنه وفتره طويله ما شافوش ويبكي بكاء الرجل في سنه ما كانش تمثيل برو ما كانش تمثيل. ترجموا هذا الامر ترجموه بكل اللغات وبعثوه للعالم يشوف. الاصل ديالو بالتلمسان وتيسكن دابا فهرن. لا اله الا محمد لا إله رسول الله. لا اله الا صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. لا إله. والله تبوريشه اقسم بالله الهلي العظيم تبوريشه ولا انت دمع. سبحان الله. لا حول. آي آي. عمر كنو يعني ملي كنا يعني عاد شبان صغار. أنا كنو معرفة كان يجي عندي كنو الوجدة يعني كنو أنا كنت عاد يعني عاد شبان صغار مولاي 15 عام 16 سنة لسانة في عمر ديالنا. يجي لعندي. وأنا عندي واحد من العائلة تاعي كان يسوق القطار يدخل به من الوهرة تلمسان ويدخل به الوجدة ويعاود يرجع يعني كان القطار يمشي. تمشي عنده عند كان والدي وكان والدي الله يرحمه كلشي مساكن بشكل ايوا كنا كنا حاطين يعني عائله وحده كانت عائله وحده شوف ايوا لا اله الا الله لا اله الا الله. قبل ما نخلو الحلقه تمشي فهمتوا علاش نقول لكم باللي احنا واحد احنا واحد الاجيال اللي راهي جايه راح تشوف الفتن هذو اللي في لي ريزو سوسيو راح تنسى باللي احنا واحد راح تنسى باللي احنا مسلمين تونسي جزائري مغربي ليبي مصري موريتاني احنا كلنا واحد 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 نحن جمعنا الاسلام ما يفرقوناش لي ريزو سوسيو ووسائل الاعلام والممثلين
يعني بالله عليكم. لا شوف شوف الجمال. حبيت تسمع واش جاي يقول لك؟ نعم حبيت تسمع واش جاي يقول لك؟ ماذا بي يعني؟ اكيد اكيد يسمع واش يقول له. اكيد اكيد يسمع واش. عمي عبد الرزاق احنا جبناه يا اخي، لا سيربريز هايلي كاينه. سبحان الله. تفضل فرق قلبك. دوك اللي نقول لك تكلم ما تخليهاش في قلبك. في قلبك. هاي تفضل. سبحان الله عجز على التكلم. اتكلم يا بابا ما تخليناش نبكوا معك. حاب يبكي مسكين. حاب يبكي مسكين. ما قدرتش. ما قدرتش. أيا نجي نقعد قدامك ونعمل. أنا يبكي مسكين. حوليك وحبيبك. لا هو. إله إلا الله. رجعت. رجعت. أنا شاهد هو شاهد. إيه. وإحنا قاعدين ترانا شاهدين. الله يبارك فيك. ترانا شاهدين. هاي يتكلم معه بصح أو يسنى. حميدة. حميدة. نعم. لا الله. الدنيا. لا إله إلا الله. سبحان الله. خلك الموت تفرق والحياة تفرق. لا إله إلا الله. وإحنا ما عندناش. سبحان الله. ما قدروش يعبروا. أنا ما أحب أتربي. سبحانه. يبكي. هاي 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 الصداقة اللي تكون على قيم صحيحة. هاي الصداقة اللي ما يكونش داخل فيها الحرام وما يكونش داخل فيها النية الفاسدة وما يكونش داخل فيها الفسق. هاي الصداقة تاع النية الصافية. صداقة تاع النية الصافية. تحية لكل الأصدقاء اللي ما زالت نيتهم صافية الصداقة تاعهم. وتحية لخويا سمير خويا نزيم وخوتي. تحية لل هاي شوف خوتي بعد تخيل أنت صديقك هذا اللي راك معه اليوم وراك ناوي الغدر، تخيل بعد سنوات وكتولوا في هذا السن كيفاش راح تكونوا؟ راح نوصلوا كامل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. رحنا تلاقينها تمن أنا في المنام كنت نشوفك وما نقدرش نشوفك. لا لا لا. في المنام. الحمد لله اليوم اليوم هذا. دموع الرجال دموع الرجال قليل يعرف قيمتها. رقايه الحمد لله. وليدات كل شيء بخير الحمد لله. خل امشي عند نسيبك السير حاج محمد. الحاج محمد خليك في فاس. ايه عند بنتك. اي نعم على بالك. تحيه الفاس وبركه في راسك. بارك الله فيك. ماشي معك شباب. وعلى كل حراني اديت الواجب في التليفون. لا بارك الله هذا ما فيش. ودروك رحنا نسمى نتلاقاو بحول الله ان شاء الله. بحول الله معقول بحول ان شاء الله. خوتي بالله عليكم اعطوني اخبار هذا الشخصين. اريد ان اعرف اخبار هذ الشخصين. اسكو الحلقه مصوره في 2013 ولا 2012 كيف حالهما؟ ان شاء الله يكونوا بخير. هذو والدين هذو الناس كيما هذو راهم جواهر في الوقت اللي كثر فيها الحديد المصدي. راهم جواهر هذا. لا 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 سبحان الله. انت وليدات قاعد بخير الحمد لله. الحاج لاباس عليها وكلشي لاباس. شويه شويه اي انا لاباس. هذيك الكلمه كيفاش تقولها؟ نعم دير نتمو كلشي نتمو كلشي واش دي تقول لك هي ايه اشو نتمو كل شيء وقول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هذه الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. خوتك لاباس عليهم وليدات لاباس. ايوا كاين دي كاين دي توفى كاين دي عابد عندي خبر عليه توفى. الله خوك الكبير لاباس عليك. لا شكون؟ حمد. حمد حتى هو مات. ايوا توفى الله يرحمه. شوف الزمان. لا لا شوف الزمان. ايوا على كل حال نرجع البركه في الباقي. امين. وقت اخرى اللي كي انت كسكايب حفيدتك هي درت معايا. نعم. وعلى كل حال فرحت اللي ما شفنا ما شافش بانا باش في حظنا. الحمد لله. هذا هم. الحمد لله. علاش؟ احنا في الدن نتاعنا والدن مشترك. لا اله الا الله. باللي المغرب العربي انا متلتو كي واحد الزاوج. ان شاء الله. الدات والجلحين. هادو يسكنوا. اي والله يهديهم. الله يهدي الجامع. الله يهدي الجامع. ومادا من على كل حال بصح عجوبه في 60 كيلومتر تفرق بيناتنا. احسن حاجه ربي يهديهم والله يهدي الجميع. احسن حاجه. ونجي واحد تل تونس اللي نجا نسكسرو خيرهم. الواقع. كيف معنا؟ نعم. نسكسرو خيرهم اللي كانوا سيرة الرحيم.
ما يجزيهم بخير. برنامج جاك المرسول هذا دار خير كبير بزاف الناس. تحيتنا لخوتنا التوانسة، وتحية لصاحب البرنامج هذا، وتحيتنا لكل من ساهم في إنجاح هذا المشمل العائلات والأسر والأصدقاء والمتحبين. ما يجزيهم الله يسلمك. الله يسلمك. عمي عبد الرزاق تبارك الله فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. لا إله إلا الله. بس حدوك أنا ماذا بيا أنا فرق قلبك وتقول له علاش عرضته هنا؟ عرضته ما حبش ربي. الله لا خضر فيه ويقول له أنا إيه ما حبش ربي. هو باش يقول له نحبك، بغي يقول له نحبك. ما حبك الله ما تشجرنا ما كيش ما حبك سمع ديال أخوالي لله هذي في وجه الله. بارك الله فيك. لا إله إلا الله. سي أحمد سبحان الله علاش نريح قد نعمل شوية؟ هذو الدموع اللي طاحوا دموع الفرحه، دموع البكاء هذو الدموع هذو ما ايوا فرحه دموع الفرحه دموع النيه الصافيه والطاهره دموع الرجوله دموع الزعماء يعني كسموها دموع الكبار اخواتي عبد الرزاق يعني كسموهم اللي توفات يعني الحاجه ديال الزوجه الله يرحمهم الله يرحمهم الخبر عيط لي في التليفون الله يرحمها ان شاء الله عزاني كسموها الله يجزيه بخير الله يرحمه قال لي واش يمكن لي نشوفك لان كاين عندك تما في الطريق ديال لا بلاج السعوديه تما كانت تما لا فرونتيير قريبه هما غير حنا قال لي واش يمكن لي يعني نجي تما نتلاقاو تما نشوفك وتشوفني سبحان الله لو ديك تما انا مع اللي كعرف مع الموت ومع تما ما كانش عندي السياره ديك الساعه ودي حتى السياره ما عرفتش عندي تما قال لي ونشوفه قال لي شوف خط اخر قال لي تما ان شاء الله شوف يلحق لا 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 والله لحقت يعني تما حقك تما هذا واش رايك في هذا الشيء اللي دار؟ الله يجازيه بخير الله يجازيه بخير ما يعني الله يجازيه بخير حقا هي هذه الاخوه هي هذه يعني وهذيك راه يعني خايمه ماشي يعني اخوه هذه انا قلت لكم اللي كانت عندنا 14 15 عام وحنا كسمو حنا مع بعض يعني ماشي كسمو ماشي اليوم ماشي هذا ديال البارح ولا ديال اليوم راه حنا حتى درنا وليداتنا وحتى وليداتنا يعني كبروا وليداتنا كانوا تعرفوا بعضهم بعض يعني كسمو يعني صداقه يعني الحمد لله كانت يعني مع الاسف حتى تقطعت يعني الصله كسمو يعني بالمقطع ديال الحدود بعد كسمو وهذا الشيء اللي راك لا حول ولا قوه الا بالله لا الصله قلوب ماشي حدود واخا يعني كما هكذاك ملي شوف حبيبك وشوف صاحبك ماشي بحال صح ماشي بحال بعيد عليك اللهم لقينا ما حبنا كاملين يعني مسافه قريبه مسافه قريبه كما بينك باش نمشي نشوف وجهي شوفني كما يعني حتى تصبح كما يعني ما تنجمش والله ما قدرتش نحبس الفيديو صراحه نجي من المغرب حتى لهنا كما يعني حتى لتونس باش ما قدرتش نحبس الفيديو وجهي من الجزائر حتى لهنا حقك كما يعني تدير في القلب هذه القهوه هذه تدير كما خاطر كما احنا يعني كما امه واحده بلاد واحد مغرب واحد زعما باش يكون حنا الاتحاد ديالنا والقسم يعني يكون فوق كل شيء حتى اصبحنا يعني حنا كنسمو الناس يضحكوا علينا ما شاء الله ما شاء الله يا الله عطايا هذه ما شاء الله يا الله يعني بلاد اللي كنسمو يعني كافحت الاستعمار وكنسمو يعني دارت الاستعمار وخرجت الاستعمار لا حنا ولا هما كنسمو يعني كنسمو يعني كاع كنسمو عليها كان بالعكس تكون عندنا بيناتنا روابط يعني صيلة كبيرة ماشي وصيلة ما بين الجزائر بالآخر ما بين الجزائر وكتموه المغرب يعني صيلة كتموها ولكن شوف في زوج يبان في وجوههم تبان واحد تبان واحد البشاشة واحد النور في وجوههم ما شاء الله عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وربي هو المنجي لا حول ولا قوة ربي هو المنجي أنا مع بعض دوك لا حول ولا قوة شو هذا مغربي مذيع جزائري في بلد تونسي واللي عرضه جزائري وتحية لخوتنا الليبيين والموريطانيين وكاملين التحديات باغي نوصل لهنا باغي نوصل لهذه المرحلة برو شوف سبحان الله العظيم يا حبيبي يا عزيزي المشاهد يا عزيزي المواطن شوف وكبر ربي سبحانه قول الله أكبر وصلي على النبي يبكو شوف يبكو بكاء الرجال خاطر ما كاش علاقة عائلية بيناتهم أصدقاء برك أصدقاء كلاهما يقولوا لا إله إلا الله كلاهما يصلوا على النبي وكلاهما يأمنوا برب وش معقول كلام كامل والحبر كامل والمذيعين والجورناليست كامل الكلام اللي قلتوه والإثم اللي درته واش كامل هذا كيستاهل كي تشوفوا صور كيما هذه ما تفشلوش ما تعياوش ما تقولوش باللي واش رانا نديرو لا اله الا الله محمد رسول الله قسما بالله ملي بديت نشوف هذا الفيديو تبوريشه راهي حاكمتني والله غير تشوفوا تبوريشه ما على باليش الا راهي تبان اخوتي ما على باليش الا راهي تبان قسما بالله العلي العظيم غير تبوريشه راهي حاكمتني في كامل الجسد تاعي واش نقول اللهم اصلح احوالنا يا رب العالمين ونحن في العواشير المباركه يا رب اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا
اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أحوال المسلمين وأصلح أحوال خوتنا المغاربة والجزائريين والتوانسة والليبيين والمصريين، وخلي هذا الوطن كل وطن واحد متوحد إن شاء الله يا ربي خوتي. هذا هو الدعاء اللي بغيت نقوله، وأنا مر الكلام هذا اللي راح نقوله، إذا كنت صادق معك شو واحد صفي النية تاعك وطهرة، وإلا شفت بلي ما تقدرش تكون بنية صافية ما تبقاش تنافق وما تبقاش صداقته، وما كاش كيما كي تكون بنيتك في كل علاقات تاعك، كون بنيتك في كل علاقات تاعك، كون بالنية الصافية والطاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.